التركية في غضون أيام أعاد إلى الأذهان الأزمة المالية العالمية والتي بدأت بإفلاس ليمان براذرز. حالة من القلق والذعر انتابت أسواق المال والمؤسسات بعد إغلاق أحد أكبر المصارف الأمريكية سيليكون فالي بانك، مصرف تجاري يعود تاريخه لأربعين عاماً ويعد الممول الأكبر للشركات الناشئة في سيليكون فالي. بعد خطر إفلاس البنوك المفاجئ هذا الذي داهم عقول الولايات المتحدة وداهم سابقا بعض البلدان العربية، نبحث في نقاش هذا الصباح الأسباب التي تؤدي إلى إفلاس البنوك، ما مصير أموال المودعين في حال إفلاس البنوك، وكيف يمكن أن تعيد البنوك بناء عملي الثقة والأمان لدى عملائها. للإجابة عن هذه الأسئلة وأخرى مشاهدينا، معنا مباشرة من لندن الباحث الاقتصادي والسياسي في الشؤون الدولية دكتور محمد الصالح الفتيح. دكتور محمد صباح الخير وأهلا بك معنا على قناة الجزائر الدولية. 15 سنة تمر من الأزمة المالية لسنة 2008، لماذا تستمر البنوك في الانهيار؟ يعني بعد الأزمة المالية العالمية أقر الكونغرس ووقع رئيس أوباما على قانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معايير السلامة للبنوك خاصة التي تعتبر مهمة من الناحية النظامية، يعني يوجد مجلس إشراف على الاستقرار المالي الذي من المفترض أن يأخذ نظرة واسعة على المخاطر في النظام. وبالتالي السؤال الحقيقي هو لماذا يستمر هذا في الحدوث وعلى من تقع المسؤولية؟ صباح الخير. في الحقيقة العمل المصرفي هو عمل مشوب بالمخاطر. العمل المصرفي مبني على إبقاء الثقة بين المودعين والبنوك لكي تتجنب البنوك حالة سحب كبير الوداع في وقت واحد من قبل المودعين، ولكن هذه الثقة مشوبة بكثير مخاطرة نتيجة الممارسات المصرفية التي تقوم على تقديم الديون الكبيرة لتحصيل الفوائد اللازمة لتقديم مكاسب لأصحاب الودائع. لكن هذا العمل مشوب بالمخاطر، بطبيعة الحال سيحصل لنا كل بضع سنوات أو حتى كل بضعة أشهر خسائر المصارف أو حالة انهيار مصرفي. في الحقيقة الفترة الحالية عندنا على انهيار أول مصرفي الأسبوع الماضي في 10 مارس، هي في الحقيقة هي ثاني أطول فترة في تاريخ المصارف منذ الأزمة الاقتصادية الكبيرة في عشرينات القرن الماضي، هي ثاني أطول فترة من دون انهيار مصرفي. أطول فترة على الإطلاق كانت بين العامين 2004 و2007، أي بين 2004 وعند بداية الأزمة المصرفية العالمية كانت الفترة أعتقد حوالي 950 يوما، الآن الفترة هي 860 يوما، هي ثاني أطول فترة. هل هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا ام سلبيا؟ هناك الكثير من الجدل حول هذا المساله، هناك من يقول ان طول الفتره الزمنيه يعكس نجاح الاجراءات، هناك من يقول بالعكس ان المصارف دوما عملها مشوب بالمخاطر وهذه المخاطر تتراكم مع الوقت، وزياده تراكم هذه المخاطر بدون تكشفها او بدون معالجتها يزيد من احتمال ان تتفجر الازمه بشكل كبير عن نحو ما حصل في العام 2007 2008. هذا جدل نظري، لكن عمل المصارف وعمل مشوب بالمخاطر وكل أزمة لها سماتها الخاصة. المصارف تفلس عندما يصبح من المطلوب منها تقديم ما تصبح التزاماتها المالية تفوق قدرتها على السداد، سواء كانت قدرتها على السداد تراجعت بسبب أنها قامت بعملية إقراض كبيرة وهذه عملية إقراض فاشلة أو متعثرة في السداد كما حصل في أزمة العام 2007-2008 وهي ما يعرف بأزمة العقارات وأزمة السندات العقارية، عندما أقرضت البنوك تساهلت في إجراءات الرقابية وقدمت قروضا كبيرة للسوق العقاري، لكن ظهر بشكل واضح أن هناك شريحة كبيرة من الأمريكيين لا تستطيع السداد، فحصل فائض في العقارات لا يوجد من يشتريها، وأيضا مصارف لم تعد تستطيع استعادة أموالها. ونعرف نذكر أمثلة كثيرة في الولايات المتحدة حيث يتم بيع عقارات ثمنها ملايين دولارات مقابل دولار واحد فقط على أن يلتزم المشتري بمتابعة السداد. الأزمة الحالية هي مختلفة بشكل جوهري، مختلفة الأسباب، ما هي تعود لأزمة وباء فيروس كورونا. فما حصل نحن نذكر أن الولايات المتحدة ومعظم الدول الغربية قدمت تدفقات مالية كبيرة لكي تقنع الجمهور بالبقاء في المنازل ولتجنب الاختلاط. هذه تدفقات مالية كبيرة ودعمها من تراجع كبير في الاستهلاك، تراجع كبير في حركة الاقتصاد والشحن التجاري وكل هذه الأشياء أدت إلى وجود تدفقات مالية هائلة في الولايات المتحدة. عندما نأخذ نقطة بداية الربع الثاني منذ بداية أبريل نيسان 2020 إلى نهاية العام 2021 تراكمت 4.2 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المسبوقة. هذا رفع إجمالي ما هو موجود في المصارف الأمريكية من حوالي 13.5 تريليون دولار إلى أقل بقليل من 18 تريليون دولار. نعم. هذه هائلة خلال فترة قصيرة. واجهته الأزمة المصارف هي أين نذهب بهذه الأموال؟ لا يوجد من يقترض، الاقتصاد في حالة إغلاق،
كيف يمكن إقراض 4 تريليونات دولار في خلال عامين وتحقيق فوائد من هذه الإقراضات؟ لم يكن هناك من يقترض، كانت الجهة الوحيدة التي استقترضت في الحقيقة هي الجهة التي قدمت هذه الأموال وهي الحكومة الأمريكية. الحكومة عادت اقتراض هذه الأموال، لكن ما تم استخدامه هو سندات مثبتة سعر الفائدة. نعم. قدمت مكاسب معينة للمصارف، سمحت بتغطية الفوائد الملزمة بها تجاه المودعين، لكن هذه السندات مثبتة الفائدة كانت أعتقد حوالي 2%. ما حصل المصرف الفيدرالي خلال عام 2022 قام برفع سعر الفائدة، بمعنى باتت المصارف ملزمة بتقديم فوائد أعلى للمودعين، لكن المشكلة تواجهه هي من أين أتي بهذه الودائع، من أين أتي بهذه الأرباح الإضافية إذا ما كان القسم الأكبر من أموالنا هو موجود في سندات عائدها منخفض. بالمجمل واجهت هذه المصارف خسائر يقدر أنها تبلغ 600 مليار دولار، لكن هذه خسائر اسمية بمعنى أنها موجودة على الورق، قد تتحقق قد لا تتحقق، هذا يعود لظروف كل مصرف، وهذا الرقم طبعا هو موزع على مجمل الاقتصاد الأمريكي. إذا هناك 17.9 تقريبا تريليون دولار، هناك خسائر اسمية بقيمة 600 مليار دولار، قد تبدو نسبة صغيرة أقل من 3%، لكن تعود المسألة إلى وضع كل مصرف من المصارف وماذا قدرته على تأمين خيارات بديلة لتعويض النقص الموجود لديه. نعم. بنك سيليكون فالي على سبيل المثال مشكلته أنه كان قد بالغ في شراء سندات الدين الأمريكية، أكثر من نصف موجوداته كانت من سندات الدين الأمريكية. بالمقابل المصارف الكبرى مثل جي بي مورغان لديها النسبة حوالي 28% فقط من إجمالي الودائع الموجودة لديه، بالتالي لديه حرية حركة كبيرة. بنك سيليكون فالي كان لديه حرية حركة أقل بكثير، نصف ودائعه موجودة على هذا سندات. يعني أن البنوك يعني الكبيرة محصنة من هذا الإفلاس؟ إلى حد ما محصنة، لأنها مؤسسات هائلة فهي بالتالي تمتلك طيفا واسعا من الإجراءات. ما يمكن أن يقوم به أصحاب الودائع من سحب الأموال هو يؤثر بشكل أقل على المصارف الكبرى بالمقارنة مع المصارف الصغيرة. لكي أوضح هنا أيضا مثل أحد نقاط الاختلاف الرئيسي بين الأزمة الحالية وأزمة الأزمة المالية الكبرى في 2007 و2008، في ذلك الحين في العام 2007 و2008 كان هناك خيارات قليلة لسحب الأموال بالنسبة للمودعين. خيارات رئيسية كانت إما سحب الأموال بشكل مباشر، الذهاب للمصارف وسحب الأموال، أو إصدار شيكات لأشخاص آخرين يقوم بسحب هذه الأموال، أو من يمتلك مؤسسات مالية يستطيع أن يطلب من المحاسب لديه أو المصرفه أو المسؤول عن الاستثمارات المالية بقيام بمراسلة إلكترونية معينة لسحب هذه الأموال. الآن المسألة أصبحت أسهل بكثير. في ذلك الحين أيضا كان قسم كبير من الأمريكيين يمتلك حسابا مصرفيا واحدا، الآن المسألة مختلفة، هناك الكثير من الأمريكيين يمتلكون أكثر من حساب مصرفي. صحيح. وهناك أيضا خدمات مالية جديدة مثل باي بال موجود طبعا أصبح أكثر استخداما، بالتالي أصبح لدى الأمريكيين قدرة أو لدى المستخدمين المصارف قدرة كبيرة على تحريك الأموال بشكل سريع. نعم، جدا. يعني المودعين استطاعوا أن يسحبوا أمواله بشكل سريع وكبير، وهذا أثر بشكل كبير على هذا البنك. دكتور محمد، عندما يفشل البنك يعني يقلق أصحاب الحسابات بشأن ما سيحدث لودائعهم، بالإضافة إلى طبعا معلومات حساباتهم وكيف يمكنهم المضي قدما. يعني بشكل عام تعد البنوك مؤمنة من قبل شركة تأمين الودائع الفيدرالية، هل لك أن تشرح لنا ما هي هذه الشركات التي تصدرت المشهد في الأسواق المالية ووسائل الإعلام أيضا خلال الأيام القليلة الماضية بعد ظهورها كلاعب رئيسي في أزمة سيليكون فالي بنك، وما هو تأمين شركة تأمين الودائع الفيدرالية؟ تمام، شركة تأمين الودائع الفيدرالية شركة أسست بعيد الكساد الكبير في أعتقد في العام 1933. هذه الشركة باتت مسؤوليتها هي الإشراف على عمل المؤسسات المصرفية والمالية، ليس إشراف على الطريقة التشريعية أو التنظيمية، لكن إشراف على استقرارها المالي. وتقوم هذه المصارف بتقديم مساهمات مالية إلى صندوق لتأمين الودائع تدير هذه الشركة. هذه الشركة مستقرة عن الحكومة الأمريكية وهي تخضع لإشراف الكونغرس بشكل رئيسي، لكن عمله خلال العقود الثمانية الماضية سمح لها بمراكمة أصول تقدر بحوالي 100 مليار دولار. عمله يقتضي التدخل عندما عمله يقتضي بشكل رئيسي تأمين الودائع حتى سقف 250 ألف دولار، وفي بعض الحالات يمكنه التدخل عندما يكون لتأمين كامل الوداع، هذا ما حصل في أزمة مصرف سيليكون فالي. طبعا تدخل عندما يكون هناك حتى سقف 250 ألف دولار أمريكي هو مضمون ليس من فقط من قبل هذه الشركة، وإنما هي تلزم البنوك بإبقاء نسبة معينة من الوداع لديها بشكل سيولة مالية وفق ضوابط معينة. طيب، هذا يعني أن التأمين لا يحمي كل الأموال الموجودة في الحسابات وأن هناك حدودا ربما لتأمين شركة تأمين الودائع الفيدرالية؟
تماما. هو السقف الحالي هو 250 ألف دولار. هناك خياران آخران. الخيار الأول هو أن تقوم هذه الشركة بتأمين كامل الوداع، معناها تصبح مسؤولة عن الضمان أن يحصل كل مودع على كامل المبلغ الذي كان قد وضعه لدى هذا المصرف. والخيار يسمى ذلك عن طريق تغطية من صندوق تأمين الوداع الذي ذكرت أن قيمته حوالي 100 مليار. هو 100 مليار قد يبدو كمبلغ كبير، لكن عندما نأخذ أن هذه المؤسسة مسؤولة عن مجمل القطاع المصرف الأمريكي وهو كما ذكر فيه حوالي 17.9 تريليون دولار، فإن هذا المبلغ أصبح صغير. الخيار الثالث هو أن تلجأ الحكومة الأمريكية المصرف الفيدرالي الأمريكي للتدخل بشكل مباشر وتغطية كامل القطاع المصرفي. طبعا في كل بلد في العالم هناك إجراءات مشابهة. في بريطانيا هناك مؤسسة أيضا باسم FSCS هي تقوم أيضا بتأمين الوداع، لكن في بريطانيا السقف هو 85 ألف جنيه استرليني فقط. في الولايات المتحدة السقف هو من بين أعلى السقوف في العالم، قد يكون الأعلى بتقديري. الولايات المتحدة تستفيد من مجموعة من العوامل الخاصة جدا التي تميزت بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تسمح لها تسمح للحكومة الأمريكية بالتدخل وتقديم ضخ مالي هائل في الأسواق من دون أن يؤثر ذلك على قيمة الدولار الأمريكي ومن دون أن يؤثر ذلك على مكانة الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي. هذه الظروف هي لا توجد في أي بلد آخر. الولايات المتحدة نتيجة انتصارها في الحرب العالمية الثانية بدأت في العام 1944 أقرت اتفاقية بريتن وودز. هذه اتفاقية شاركت فيها الدول الأوروبية وأستراليا وبعض الدول الأخرى، ربطت قيمة هذه الدول قيمة عملاتها بالدولار الأمريكي. تم التخلي تخلت هذه الدول عن أن تكون قيمة عملاتها مرتبطة برصيدها من الذهب، وإنما ربطته بالدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي هو من بات مرتبطا بالذهب. لكن طبعا الولايات المتحدة استفادت في ذلك الحين أنها كانت تصدر السلاح لأغلب الدول أوروبا وأستراليا ودول مشاركة الحرب العالمية الثانية، ومقابل السلاح كانت تحصل على الذهب. في بريطانيا تم نقل كميات هائلة من الذهب للولايات المتحدة، فأصبحت الولايات المتحدة صاحبة أكبر احتياط من الذهب. وقبلت هذه الدول باعتبار الولايات المتحدة المنتصر السياسي والعسكري في الحرب بأن تربط عملاتها بالدولار، فبات الدولار هو المرتبط بالذهب. لكن في العام 1971 الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بسبب حرب فيتنام وسبب التزامات مترتبة على الولايات المتحدة أنهى الارتباط ما بين الدولار والذهب. طبعا حسب اتفاقية بريتن وودز كان أونصة الذهب هي 31 جراما، كانت تعادل 35 دولار أمريكي. بقي هذا السعر ثابت حتى عام 1971. نيكسون ألغى هذا الارتباط، تحول الدولار إلى مجرد عملة ورقية، أصبحت العملات لكن بقيت العملات الغربية بمجملها مرتبطة بالدولار لبضع سنوات ثم بدأت تحرر. لكن ميزة الدولار الأمريكي التي ذكرتها في الحرب العالمية الثانية لا تزال قائمة حتى اليوم. الدولار يشكل 60% أو 64% من إجمالي الاحتياطات المالية في العالم، وهذا يمنح الحكومة الأمريكية قدرة على التحرك. في أزمة 2007-2008 قدمت تريليونات الدولارات للمصارف وتم تعويض كامل المودعين. كل من كان لديه دفع المصارف حصل على أمواله، لكن كان هذا بثمن كبير، ضخ تريليونات الدولارات، تضررت اقتصادات أخرى، بعض الاقتصادات استفادت طبعا. لكن هذه الحالة الفريدة للاقتصاد الأمريكي غير موجودة في باقي دول العالم. لكن هذا الاستخدام شديد الحساسية، لذلك الحكومة الأمريكية عندما حصلت أزمات البنوك الثلاثة في الأسبوع الماضي قررت ألا تتدخل بشكل مباشر وأن تدخل فقط شركة تأمين الودائع. الأزمة حتى الآن هي تحت السيطرة، لكن المشكلة كما ذكرت أن مجمل القطاع المصرفي يعاني من نفس المشكلة، وهي وجود التدفقات المالية الهائلة. ماذا نفعل بال 4.2 تريليون دولار التي خلقت في الحقيقة خلال أزمة وباء فيروس كورونا؟ طبعا هنا أريد أشير لمسألة قد تكون مفاجئة، لكن نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات أو ما يقارب 20 تريليون دولار فقط موجودة لدى المصارف، وهذا لا يشمل أيضا ما هو موجود من الدولار الأمريكي خارج الولايات المتحدة أو ما يتم تداوله. لكن حجم الشيء الذي نسميه دولار، الورقة النقدية الأمريكية، هو في الحقيقة أقل من 10% من كل هذه الأرقام. كل ما هو مطبوع من الدولار الأمريكي منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى اليوم لا تزال الحكومة الأمريكية ملتزمة به. بمعنى هذا أيضا هو أي أمر غير موجود في باقي الدول. بريطانيا على سبيل المثال تغير أوراقها النقدية كل 10 سنوات، والأوراق النقدية السابقة تصبح لاغية. الولايات المتحدة ملتزمة بكل ورقة نقدية طبعتها منذ منتصف القرن التاسع عشر. لكن هذا يعني من يسمع هذه المعلومة يعتقد أن هناك كميات هائلة من الدولار الأمريكي في العالم، لكن في الحقيقة كل ما هو موجود من الدولار الأمريكي منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى اليوم هو بحوالي 2 تريليون دولار فقط. طيب كيف يمكن، وهل هناك إمكانية للتنبؤ بإخفاق البنوك؟ يعني كيف يعرف صاحب الحساب ما إذا كان البنك الذي يتعامل معه قد يفشل، وكيف يستطيع أن يستعيد أمواله في حال إفلاس هذا البنك؟ تمام. هو لو سمحت فقط لأكمل الفكرة السابقة، بسبب أن الدولار الأمريكي ميته محدودة
فأصحاب الحسابات عندما حصل أزمة المصارف الثلاث الأسبوع الماضي كانوا مضطرين لتحويل حسابات أموالهم من حساب مصرفي مضطرب إلى حساب مصرف آخر. نعم. هم في الحقيقة نقلوا الأزمة إلى مصارف أخرى. المصارف الكبرى مثل جي بي مورغان وبنك أوف أمريكا هي من تلقى هذه التحويلات. بنك أوف أمريكا حاليا بدأ تظهر عليه معالم أزمة، لكن هم يؤكدون أنه مر تحت السيطرة للوقت الحالي، لكن المشكلة سببها البنيوي لا يزال قائما. ماذا نفعل بشيئين؟ ال 4.2 تريليون دولار التي خلقت خلال أزمة وباء فيروس كورونا، ماذا نفعل بها؟ كيف نعيدها لأصحاب الودائع؟ هل يقبلون إعادتها؟ كيف يمكن إعادتها؟ ما هي الوسيلة؟ لا توجد أوراق نقدية تكفي لتغطية هذه المبالغ. كل الأوراق النقدية الأمريكية في العالم هي لا تعد نصف هذا المبلغ. أيضا أصحاب الودائع هم يطالبون بمكاسب. وماذا نفعل أيضا بسندات الدين الأمريكية؟ هي أيضا سبب مساهم رئيسي بهذه المشكلة، وهذه المشكلة أيضا موجودة لدى الدول الأوروبية، والقلق الموجود في الولايات المتحدة سبب أزمة مصارف الثلاثة بدأ يظهر في الدول الأوروبية. هناك أيضا ملامح أزمة في بنك كريدي سويس السويسري، ونفس المشكلة قد تحصل في عدة مصارف أوروبية أخرى، لأن هذه المصارف قامت بشراء سندات الدين التي أصدرتها الحكومات. هذه سندات الدين كانت قد صدرت بفوائد منخفضة، وثم رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير، فأصبحت هذه السندات خاسرة لمن يبقى محتفظا بها. نعم. فالأزمة معقدة، حالة كل مصرف تختلف عن الآخر. المصارف الكبرى مثل جي بي مورغان باعتباره، طبعا أذكره بشكل متكرر ببساطة لأنه أكبر مصرف أمريكي، إجمالي الودائع 17.9 تريليون. هذا المصرف لوحده يمتلك حوالي 3.7 تريليون دولار، يعني حوالي 20% مجمل الودائع في الولايات المتحدة. بالتالي هذا خلق ضغطا عليه، هناك حركة وداع كبيرة تتجه باتجاه هذا المصرف، سيواجه تحدي. هل أقبل كل هذه الودائع؟ كيف أؤمن الفوائد اللازمة لها؟ هل هناك إمكانية للتوسع بالإقراض؟ طبعاً رفع أسعار الفائدة يجعل عملية الإقراض أكثر تكلفة، فهناك من يفضل الانتظار إلى حين تكلفة تخفيض سعر الفائدة. لذلك هناك أيضاً ضغط على الحكومة الأمريكية حالياً وعلى المصرف الفيدرالي الأمريكي لتخفيض معدلات الفائدة. طيب نعود إلى السؤال دكتور محمد، فشلت هذه البنوك الآن، لكن يبقى السؤال ربما هو كيفية التنبؤ بإخفاق ربما هذه البنوك، وفي حال ما فشلت هذه البنوك كيف يمكن للمودعين أن يستعيدوا أموالهم في حال إفلاسها؟ في حال إفلاس بالنسبة للمصارف الأمريكية، هناك شركة تأمين الودائع الفيدرالية مسؤولة عن تأمين هذه الودائع، والحكومة الأمريكية يمكن أن تتدخل على نطاق واسع كما حصل في الأزمة المالية في العام 2007-2008. في باقي البلدان، في بريطانيا هناك مؤسسة شبيهة، بعض البلدان الأوروبية هناك مؤسسات تقوم بدور مشابه لضمان الودائع. خارج هذه الدول الغربية هناك اتفاقات دولية، هناك اتفاقات بازل الأولى والثانية والثالثة. الاتفاقية الأولى وضعت في العام 1988، هي تلزم المصارف حول العالم بالاحتفاظ بنسبة من الودائع ثابت على شكل سيولة مالية لتغطية إجمالي الحركة المالية. هذه النسبة حوالي 10%، لكن عندما وضعت هذه الاتفاقيات في نهاية الثمانينات وجددت أيضا خلال الأزمة المالية العالمية، كما ذكرت لم يكن هناك التقنيات الحالية تسمح بالسحب الكبير للودائع. لا توجد قوانين تلزم أصحاب الودائع بعدم سحب ودائعهم بشكل واحد، لا يوجد قوانين أو إجراءات تلزم أصحاب الودائع بسحبها تدريجيا. المشكلة هي في هناك أزمات مالية مشابهة حصلت في الماضي، لكن كان السحب كما ذكرت يتم على شكل بانك نوت، على شكل أوراق نقدية، فكانت المصارف تلجأ لمختلف أنواع المماطلة، حتى المماطلة التي قد تحصل لبضع ساعات قد تسمح للمصرف تجاوز أزمة. ما ترغب به المصارف تحرص عليه هو ألا تصل إلى لحظة يقف فيها المودع يطالب بأمواله والمصرف يقول له ليس لدي أوراق نقدية لأعطيها لك، أو لا يوجد لدي أي طريقة لأعطيها لك، حتى لو حصل هذا على مستوى فرع مصرفي واحد أن هذا سيطلق رسالة إنذار في مختلف القطاع المالي العالمي. نعم. لكن التطور في تقنيات المالية، الإنترنت بانكينج، التحويلات المصرفية عن طريق الهاتف، غيرت من المشهد، خلقت تحديا كبيرا في الأزمة الأسبوع الماضي. ما دفع الحكومة الفيدرالية للتدخل هو أنه في يوم واحد سحبت 42 مليار دولار فقط من بنك سيليكون فالي، سحبت بسبب كما ذكرت التحويلات المصرفية عبر الإنترنت. 42 مليار دولار هو كمية هائلة من الأموال الأمريكية، هذا تعادل الاحتياطيات المالية لبلدان متوسطة مثل مصر 37 مليار، لكن سحبت في يوم واحد في خلال بضع ساعات، هذا لم يكن أمر يمكن تخيله منذ 10 سنوات. هذا يمكن أن يحصل في أي بلد آخر يتبع أو يسمح باستخدام التقنيات المالية عبر الإنترنت، لكن
طيب دكتور محمد، أنت أشرت إلى المخاوف التي تنتاب أسواق المال خاصة اليوم بعد ما حدث مع بنك كريدي سويس، وردود فعل البنوك تفاوتت في مختلف دول العالم إثر إقفال 3 مصارف بالولايات المتحدة الأمريكية. كشفت تقارير عن تدافع المودعين الأمريكيين نحو البنوك الكبيرة، فيما اعتبرت تقارير اقتصادية أن الاضطراب ربما في القطاع المصرفي الأمريكي في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي سيكون تأثيره محدودا على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيما مختلفا. كيف تفسر هذا دكتور محمد؟ يعني كيف تختلف العمليات البنكية بين الدول، وما هي وما المعايير الموحدة التي تحكم المصارف، ولماذا لن تتأثر بعض البنوك كثيرا من أزمة سيليكون فالي؟ البنوك الكبرى ستكون تأثرها أقل، وذلك يعود بشكل رئيسي لأن محفظاتها المالية أكثر تنوعا، لديها قدرة كبيرة على الاقتراض واحتمال حصول سحب كبير في يوم واحد، أقل ستكون له تأثيرات أقل. بنك سيليكون فالي كان إجمالي الودائع لديه يعتقد بحوالي 200 مليار، سحب 42 مليار منها في يوم واحد، هذه يعادل حوالي 20%، فهو مشكلة كبيرة. لكن لو تمت نفس عملية السحب أو حتى ضعفها مثلا بالنسبة لجي بي مورغان، فتأثيره سيكون هامش. نحن نتحدث عن 40 مليار دولار، أو حتى لو أصبح 80 مليار دولار من أصل 3.7 تريليون دولار، هذا لا يشكل 2%، لا يشكل أمرا مقلقا بالنسبة لهذا المصرف. نعم، لكن المصارف الكبرى لديها هذا التنوع. طبعا المصارف ليست مؤسسات مالية، ليست معزولة بالكامل عن بعضها البعض. المصارف القلق مما يحصل في الولايات المتحدة، لأن مصرف سيليكون فالي لديه فروع في الخارج، لديه فرع في بريطانيا، وهذا الفرع تعرض لأزمة وتم بيعه بشكل سريع إلى جهة مصرفية أخرى لكي تتولى هي المسؤولية، تتحمل مسؤوليات الودائع والالتزامات المصرف سابقا. هناك مصارف خليجية تستثمر في المصارف الأمريكية، وما حصل في المصارف الأمريكية في الأسبوع الماضي ظهر ارتدادات سريعة على أسواق البورصة وعلى تعاملات مصرفية في الخليج. إذا لا يوجد أزمة مصرفية منعزلة بشكل كامل عن في بلد ما عن غيره، هذا أمر غير دقيق، خاصة كلما كبر حجم المصرف أو كان يعمل في قطاع حيوي أكثر من غيره، كما كان الحال بالنسبة لبنك سيليكون فالي الذي هو مختص بالعمل شركات الناشئة وشركات التكنولوجيا. هذه الشركات تنشط بشكل رئيسي حول كل العالم، هذا مصدر عمله الرئيسي. إذا كلما كان المصرف أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي بدول أخرى، وكان هناك مصارف أو صناديق سيادية تستثمر به، كلما كانت الأزمة مرشحة لأن تتدهور على شكل أو أن تكبر وأن تستمر على شكل أحجار دومينو. حجر يقول لا. يعني بالنسبة لبنك كريدي سويس على سبيل المثال، هذا المصرف يعاني من وضع من مشاكل منذ عدة سنوات، لكن المشكلة الحالية أثارت القلق بشكل كبير، وأثارت القلق أيضا بعض الجهات في الدول الخليجية، باعتبار الصندوق السيادي السعودي استثمر أعتقد حوالي 20% أو 20 مليار دولار في بنك كريدي سويس في نهاية العام الماضي. نعم. فبالتالي يواجه الآن خيار، إما أن يتدخل ماليا يعني يقدم مساهمات مالية تدفقات مالية للمصرف ليساهم باستقراره، أو قد يضطر لبيع حصته في المصرف لضمان تخفيض خسائره، لكن إذا باع حصته سيؤدي إلى ضربة كبيرة لهذا المصرف وللمصارف الأخرى المرتبطة به. كما ذكرت لا يوجد قطاع مصرفي، لا يوجد مؤسسة مصرفية مستقلة عن باقي القطاع المصرفي العالمي أو باقي الاقتصاد العالمي، هذا أمر غير دقيق. هناك دول تمتلك ودائع في هذه المصارف أو شركات كبرى تمتلك ودائع، وأيضا هناك مؤسسات مالية تمتلك حصصا أو قد قامت بإقراض هذه المصارف. طبعا أزمة بنك سيليكون فالي هي طفت إلى السطح عندما قرر المصرف أن يقترض 2 مليار دولار فقط. طبعا 2 مليار ودائع 200 مليار كان الأمر يمكن أن يمر بدون كثير انتباه، لكن كان هناك ترقب لحصول الأزمة، فعندما طلب الاقتراض بشكل سريع تنبه الخبراء الماليون أن هناك أزمة مقبلة وتم الحديث عنها، فحصلت حركة السحب المالي السريع من المصارف. بالنسبة للسؤال السابق، هو ما الذي يمكن يقوم به أصحاب الودائع لضمان ألا يتعرضوا لخسائر كبيرة من هذا النوع؟ في الحقيقة يجب أن تكون الودائع في المصارف التي توجد إجراءات واضحة لضمان تعويض الودائع عند حصول خسائر فيها، كما هو الحال في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو بعض الدول الأوروبية. تنويع حسابات مصرفية، إذا كنا نعلم أن الحساب المصرفي الواحد في الولايات المتحدة يؤمن حتى 250 ألف دولار، فالخيار الأسلم هو أن يكون أي مبلغ أكثر من هذا الرقم موجودا في حساب مصرفي آخر. أو أن تكون الآن قد تكون الأزمة مفيدة للحكومات، لأن المصارف تواجه مشكلة في إيجاد طريقة لتقديم الفوائد التي ينتظرها المودعون. طيب. فلاحظ هنا أن يقول أن الحل هو شراء سندات الدين الأمريكي، لأن الحكومة الأمريكية طيب. ملتزمة بتقديم الفوائد، قد يكون هذا
خيارا يتم اللجوء اليه على نطاق واسع. اتضحت الصوره، شكرا لك. الباحث الاقتصادي والسياسي في الشؤون الدوليه دكتور محمد صالح الفتيح، كنت معنا مباشره من لندن. شكرا لك.